أقامت جمعية الأرمان عضو التحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي معرضا خيريا للملابس، كما قامت بإعادة تأهيل وإعمار مسجد النور بالبحيرة. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت جمعية الأرمان معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة على المستحقين من أهالي قرى مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة. معرض الملابس بالمجان بالتعاون بين جمعية الأرمان والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. النهاردة احنا بنقدم حوالي فيما يزيد عن 5000 قطعة لعدد 2000 مستفيد بحوالي 600 أسرة من مركز أبو المطامير للأسر الأولى بالرعاية بمركز أبو المطامير وتوابعها والقرى والنجوع المحيطة بالمركز. وطبعا المعرض ده هدفه أنه يدخل الفرحة والسعادة على الناس دي، لأن الناس دي محتاجة المساعدة وإحنا هنا عشان نساعدهم وندخل كل الفرحة والسعادة عليهم. وطبعا المعرض ده بيضم ملابس كتيرة وهتستفيد منها أسر كتيرة جدا. جاية معايا بنتي وولد، بنتي عندها 12 سنة وابن عنده 6 سنين، ولقيت له كل حاجة حلوة هنا إن شاء الله وعجبتني، وكل الناس اللي هنا بيساعدونا في الخير. إحنا عرفنا إن في معرض النهاردة، فإحنا جينا عشان خاطر ناخدهم يعني في ملابس وحاجات عارضينها، فيدوها لنا من غير مقابل، يعني ما فيش أي فلوس ولا حاجة. معنا أكتر من 600 أم، الأم معها 4 و5 أولاد مستفادين، واللي معها أولاد ولادها وكله مستفاد للهدوم دي. استكمالا لجهود التنمية، افتتحت جمعية الأرمان أيضا مسجد النور بمنطقة اللحوم بمركز أبو المطامير بعدما أعادت تأهيله تيسيرا على أهالي المنطقة. المنطقة هنا فعلا أقرب مسجد على بعد مسافة بعيدة من هنا علشان الناس تصلي، فكان بتجيب الحصر وتقف قدام المسجد هنا في الأرضية المكان الواسع دوت وتقف وتصلي هنا الأول. بالفعل جم يتقدموا لنا أهل المنطقة هنا ومعانا المتطوعين من المنطقة، تقدموا لنا لجمعية الأرمان بإن إحنا نعمل لهم إعادة تأهيل، إن المسجد عندهم كان لا يصحن إن هو من جوه أكل الحوائط ونعمل له إعادة تأهيل بالكامل، وقمنا بترميم وتشطيب مسجد النور. إعادة تأهيل المساجد ومعارض الملابس وغيرها كلها جهود يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر والقرى الأولى بالرعاية في كل محافظات مصر.